استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر الضيبية اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من منطلق الشراكة المتأصلة بينهما في مختلف مسارات العمل الوطني، مشيدا سموه بالدور الذي يطلع به أعضاء مجلسي النواب والشورى في تبني القضايا التي تخدم المواطن وفي الدفاع عن الوطن والتعريف بمنجزاته السياسية والديمقراطية في المحافل الدولية. استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى عددا من الموضوعات الخاصة بالتعاون بين السلطتين وما تقتضيه المرحلة من تحمل الجميع لمسؤولياتهم للمضي قدما في طريق التنمية. وقد رفعت رئيسة مجلس النواب خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من تعاون مستمر مع مجلس النواب وما يحرص عليه سموه من متابعة شخصية لسير هذا التعاون وتوجيه سموه المستمر للوزراء بتعزيز هذا التعاون عبر التنسيق المستمر، مؤكدة أن سمو رئيس الوزراء المدرسة التي ينهل جميع من على هذه الأرض من خبرته وحكمته، وهو القدوة في العمل الوطني المخلص والبذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتزازه بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المتواصل لمجلس الشورى وما أثمر عنه هذا الدعم من تعاون مثالي بين السلطتين أسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ومؤكدا أن سمو رئيس الوزراء هو الداعم الأول لتكملية العلاقة بين السلطتين وسموه من وضع اللبنات الأساسية التي أرست لقاعدة متينة وراسخة من التنسيق الحكومي البرلماني.